أهلين وسهلين بالجميع. اليوم المقطع راح يكون عبارة عن مقطع قديم، طبعا ما نزلت لمدة 5 أيام، لأنه في هاي الفترة بجهز للامتحانات. عندي امتحان الأربعاء الجاي إن شاء الله، لما أخلصه راح بلش أنزل باستمرار. طبعا المقطع اليوم راح يكون مقطع قديم كان عندي في الكمبيوتر، عملت له إيديت ودخلت. المقطع راح يكون عبارة عن ستوري كويست تبع رازور، يعني الرجل الذئبي، وبس ان شاء الله تستمتعوا بالمقطع. وبس قبل ما انسى، بكره راح ينزل انفنت، راح نزله كمان لما اجي من المدرسه، اعمل فيديو بسرعه وانزله كمان. وبس ان شاء الله يعجبكم المقطع، لا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعل الجرس التنبيه، حطوا لايك وانشروا المقطع، استمتعوا بالمقطع. هلا 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 بالجميع. اجيت لهون لقيت هذا الشخص اللي اسمه وولف، وين هاد اللي اسمه رازور، حكيت معه فاعطاني هاي الكويست. يعني هو كان واقف هون وبعثني لهون، حكيت معه وبعدين بعثني لهون. اروح لهناك اشوف شو بده. بلشنا قصص. قالت لك انه الولف، يعني شو اسم الحيوان اللي اسمه وولف، اللي بيعمل عو ذئب، لا ذئب، هو قالت بيعيشوا في مكان، ما في في مكان تاني او عالم تاني، فما بتعرف على شو بنحكي. هي هون؟ طب بكره هيك بنروح لهون وبس. يلا طيب أو المدينة. طب وين لازم أروح؟ هون. قص. انا شو راح لا كده كتير. والشتاء وما بعرف شو. هو انت بتعمل ايه؟ وولفر. اوكي شو راح اعمل هلا؟ اوه ماي جاد، والله القصة اكثر من الحركة. قصة اذكر أكثر من حركة. يلا قلت لك خليه لينا، أصلا أنت ما بتعمل شيء. وأنت كمان أنت خصيصا ما بتعملي ولا شيء، بتعمل شيء واحد، الحكي. قر 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 قر، تقعد تحكي 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 تحكي. هو هذا. هلا بيه. استنى قلت هاج. اوه ماي جاد، والله حركة بط. شو راح اضغط عليها وراح تجي قصة. ايه علينا. ايه ده. This is him. شفتوها تحت الارض. Bad men did this. لوين راح نتبعك يلا؟ كم من متر؟ مو كتير. What is this disturbance to which I awaken?
no offering to Boreas. طلعلي طلعلي. Not only do you come from my kind, so too do you fail to recognize your own transgression. Oh my god, ايه ده؟ ليفل 45. والله شكله حلو. طب او انقذوا. الله خلصنا التشالنج.